وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير شهادة أرجو بها النجاة من أهوال يوم المعاد وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فها نحن اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر من عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي عرفه الخاص والعام ولله الحمد نتكلم فيه بالصدق والوضوح فالكذب نهايته أن صاحبه مفضوح نتكلم فيه بالشجاعة فصاحبها ممدوح ولا نسلك طرائق الجبناء فإن أصحابها والمتولي لها الناس يرون ذلك منه فإذا أحسوه منه فإذا به مقدوح فيه اليوم أقول الآن آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته وأن ينثر شيئا مما في كناناته لقد والله ما كنت أحب ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في مقدمة رسالته تحريم النظر في كتب الكلام أما والله إني ما أحب فضيحة أصحابنا يعني أهل السنة والحديث لأن هذا يشمت الأعداء ولكن إذا كان المبطل يتمادى في باطله بطريقة اللؤم والمظلوم يغضي ويغض الطرف جريا على طريقة الكرمة ويكتفي بالإيماءات والتلميحات لعلها تؤدي الغرض وتنوب وتكفي عن التصريحات يكتفي بذلك إلا أن أهل الباطل لا يعجبهم ذلك لا يعجبهم أن تسير في هذه المسالك فتستر عليهم وهم يسعون إلى الفضح لأنفسهم فيظن من لا علم عنده أن هذا إنما هو من باب الضعف أو العجز أو الجبن أو الإفلاس
واليوم نوافيهم إن شاء الله تحت هذا العنوان بسلسلة كاملة مجزأة على حلقات اسمها آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته ليعرف الناس حال هؤلاء الصعافقة وما هم عليه من الكذب والفجور والجهل والهوى، وليعلم القائل السامع أنني أريد بكلمة الفجور الفجور في الخصومة بالكذب، فإن الكذب كما في لفظ مسلم فجور، اللفظ المشهور إن الكذب يهدي إلى الفجور، وفي لفظ عند مسلم وإن الكذب فجور. ولما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه بظهور أريقات سودها الصعفوق الكذاب نزار هاشم السوداني، وليس هذا وقت الرد عليها، سيأتي، وهي منتزعة من حضن أم لها، سأخبركم إن شاء الله تعالى بها. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، تشابهت قلوبهم، ولكن هذا سيأتي وقته، وقد كفيته ولله الحمد، ولكن لا بد أن أبين أنا لهذه القضية، وسيأتي إن شاء الله وقتها، وإلا فقد أنكر هذه الكتابة القبيحة أهل العلم، ولم يفرح بها إلا أهل الجهل والهوى من الصعافقة وأذنابهم من صعافقة أخرى في بقية البلدان. ومن هؤلاء الصعافقة في بقية البلدان من لا يعد ولا يحصى، وكتاباتهم في هذه الوسائل التي يسمونها التواصل قد فضحتهم وكشفتهم ولله الحمد، وعرتهم عند المتابع، ومن أراد الحق والإنصاف، وأما من أعماه هواه فلا حيلة فيه كما يقول أهل العلم. وإن مما رأيته مؤخرا أحببت أن أبدأ الليلة بالتعليق به، التعليق عليه معذرة، ألا وهو أسطر كتبها عباس الجونة الذي شق جونته ومزقها بالجهل، حيث غرد في 26 ربيع الأول، يعني قبل 5 أيام من اليوم، قائلا: أنا أعجب من المغردين والمدافعين عن الشيخ محمد، يعنيني أنا، الذين دافعوا عني في كتابات على ضد كتابة نزار الكذاب، وسيأتي بيان كذبه فيه إن شاء الله. يقول: أنا أعجب والله من المغردين والمدافعين عن الشيخ محمد، ولعلكم رأيتم من الذين دافعوا عن الشيخ محمد
إنهم أهل العلم. جزاهم الله خيرا، والله وبالله وتالله ما كلمت أحدا منهم، ولا هاتفت أحدا منهم، ولا تواصلت مع أحد منهم، وعلمت بما كتبوا ودافعوا عبر هذه الوسائل. فصدق الله القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والقائل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن أحاط الله به وبعمله أين يذهب؟ إن الله مدركه لا محالة. يقول: أعجب والله من المغردين والمدافعين عن الشيخ محمد، لماذا لا يرجعون إلى الشيخين الشيخ ربيع والشيخ عبيد للسؤال عن أصل المسألة، وهي كلام الشيخ محمد في عرفات وإخوانه؟ هل أصاب الشيخ محمد في هذا أم قضي الأمر؟ استفهام وتعجبين. قال: لكن هذا يدل على وجود أمراض ودسائس في القلوب. الذين دافعوا عندهم أمراض ودسائس في القلوب وفراغ في الأوقات من خيار الناس تعرفونهم، ولا أحب أن أثني عليهم لأن الناس يعرفونهم بدوني. قال: عندهم فراغ من الأوقات يريدون يضيعونها في القال والقيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأقول: تعجب يا جونة من المدافعين عن محمد بن هادي بالحق إن شاء الله، تعجب من هؤلاء؟ لماذا لا تعجب من هاني بن بريك الذي هدم أصلا من أصول أهل السنة والجماعة؟ ولماذا لم تجرد سنانك للرد عليه؟ ولماذا لم تطلق لعنانك للتغريد عنه وفيه وتحذير الناس من منهجه الباطل الذي ارتكبه؟ أم أنك تبصر القذاة في عين أخيك وتغمض عن الجذع في عينيك؟ إن كنت صادقا فيجب عليك أن تعجب قبل أن تعجب مني ومن المدافعين عني، أن تعجب من الكاذب الصفيق الشيخ عبد الله بن صلفيق الذي يدافع عن هاني ابن بريك ويعتذر له ويطعن في من تكلم فيه ويزكيه، يدافع عنه وقد ارتكب منهج الخوارج، ويعتذر له ويزكيه ويطعن في من انتقده بحق مدافعا عن أصول أهل السنة والجماعة؟ أليس هذا يا جونة أولى بك أن تتعجب من دفاعه عن المبطلين؟ أم أنك لا تبصر ذلك وقد أعماك هواك؟ هذا المبطل الصفيق
الكاذب عبد الله بن صلفيق الذي لا يستحي من الكذب، وسأبين لكم. وما عرفت يوما من الأيام بإذن الله وحمده علي جبانا، ولكني والله أصبر وأصبر حتى إذا ظن أن هذا هو الضعف أريتهم الحق والصدق والقوة. أقول يا جونة قد شقت جونتك وفقئت عينك فذهب بصرك وطمس على بصيرتك، أفلا تستحي من الله أن تغضب لأقوام سنبين حالهم إن شاء الله، ولا تغضب لدين الله جل وعز ولاعتقاد أهل السنة. سأسمعكم كلام ابن صلفيق الصفيق السائل. تفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا. يا شيخ، ما هو حال يعني ينقل بعض الإخوة كلام يعني هكذا مكتوب أقراه كما هو، ينقل بعض الإخوة أنكم تدافعون عن الشيخ هاني بن بوريك يا شيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري؟ أقول بارك الله فيك، إن موقفي لا يتعدى موقف شيخي الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهما الله تعالى. تعجب. ثم ثانيا، أنا أنصح الإخوة أن يتركوا ما يتعلق بهاني بن بوريك ويتركوا أمره للعلماء. طيب، والآن هو أصبح رجل دولة وعلاقاته سياسيا مع الحكام ويقوم بإدارة دولة. شوف الكذب، كأنه هو الإمام والسلطان لهذه الدولة. نفخ بالكذب، قبح الله الكذب وأهله. والشيخ عبيد جزاه الله خيرا يقول حاكمه أقاله، وصاحبنا يقول يقيم دولة ويقوم بإدارة دولة. ثم اسمعوا التزكية، وهو مسلم سني. ماذا يذكركم هذا الكلام؟ ما تذكرونه، لأن هذا كان قبل 30 سنة وكثير منكم لم يدرك ذلك. يذكرنا هذا بأنه خارجي سني، ما شاء الله، خارجي سني. هذه كلمة الإخوان المسلمين والسروريين بالذات، كانوا يقولون سلفية المنهج عصرية المواجهة، نفس الكلام، اختلف الحرف وبقي المعنى. مسلم سني هو خارجي، يقول لا سمع ولا طاعة بصوته. فنقض البيعة التي أداها أمام حاكمه وركب مذهب الخوارج، وهذا يقول عنه مسلم سني. بالله لو قالها غير هاني كيف ستوجه إليه السهام؟ والله ليمزقه الصعافق حتى يكسروا عظامه ويذروها في الرياح. لكن هاني لا، لا ذكر له، مسلم سني. إذن 30 عام بل وأكثر، ومجالدتنا للإخوان المسلمين عموما بطوائفهم في مسألة السمع والطاعة والتضليل لهم في هذا الأصل هو مذهب السلف. يقول أحمد رحمه الله في رسالة مسلم، في رسالة عبدوس بن مالك العطار، ومن أصول السنة اللازمة التي لم يأتي بها أو تخلف عنه واحدة منها لم يكن من أهلها حتى يأتي بها جميعا، وعددها ثم عد منها السمع والطاعة للأئمة. هذا أصل
من أصول أهل السنة في اعتقاده مع الحكام، ينقضه هاني ويمدحه صلفيق الصفيق الكذاب. الآن هذه التزكية والمدح، مسلم سني، وسأبين لكم الكذب في كلامه. إذ قد أخذ الله علينا العهد والميثاق ألا نشهد إلا بالحق وبالعلم، وستسمعون. قل وهو مسلم سني، والحمد لله ندعو له بالتوفيق والسداد، وأن الله يسخره لنشر التوحيد والسنة في اليمن ما شاء الله. شهد عليه الشرفي زميله الشرفي في تغريداته وكتاباته، موجودة عندنا وأنتم ترونها، افتحوا في أبو لحسة تجدونها. شهد عليه بالانحراف وأنه مع الأحزاب الاشتراكية في الجنوب، وهو الآن في مكاتب هذا الحزب الجنوبي الذي فيه كل بلاء. شهد به الشرفي عليه، ما هو نحن، هو يراه وفي بلده، وبلدي الرجل كما قيل أعلم به. وأنت أيها الصفيق يا صلفيق، ما أدراك، أو كنت تعلم ثم أغضيت عنه فغضضت طرفا وطويت كشحا، أتظن الناس أنهم عميان، عمي البصائر والأبصار، هيهات. يقول وأن الله يسخره لنشر التوحيد والسنة في اليمن، وأن يحكم الله به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على الدولة، وهكذا النصح مع المسلمين إلى آخره، كلام طويل. قال في آخره السائل: جزاكم الله خيراً يا شيخ، لو تذكرون التاريخ جزاكم الله خير. فابن صلفيق اليوم الخميس 22 من شهر المحرم لعام 1499. أنا أقرأ المكتوب أمامي من تويتر حتى اللغة لا يعرفونها. 1499، عام 1939. السائل: جزاكم الله خيرا. لا، جزاكم الله يا شيخ، ما في خيرا، حتى أكون صادق. جزاكم الله يا شيخ، والله نشهد الله أننا نحبكم في الله يا شيخ. ابن صلفيق: أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة والتوحيد ومنهج السلف الصالح. فإن منهج السلف الذي قد خنته أيها الخائن الكذاب، فغضبت طرفا عن هاني، وهذا أعيدكم فيه إلى ما كتبته في كشف النقاب في القاعدة لهؤلاء القوم، أن العدل والمرضي عنه من كان معهم، ولو كان أفجر الناس فجورا في الأعراض كالعاهر الفاجر أبي أيوب المغربي الهولندي، عاهر فاجر، ويعلم الله من فوق سبعة سماوات أنني ما كنت أحب هذا ولا الكلام فيه، ولكن اضطرني إليه هؤلاء الفجرة في الخصومة، فأنا مضطر إلى أن أذكره. العدل السني كما ترون الآن، المرضي عنه هو الذي يكون معه. هاني بن بريك سني وهو خارجي لكنه معه، فهو سني، والسني لو انتقدهم في شيء يسير فهو من أفجر الناس وأكذب الناس عندهم، ويقيمون عليه الحرب الشعواء الخبيثة القذرة
يتآمرون ويتداعون من كل مكان، كانوا في السابق في الخفاء، وأما اليوم فأظهرتهم وسائل التواصل فأصبحوا في الجلاء، يراهم كل من أنار الله بصره وبصيرته. هذا كلام ابن صلفين، الله يثبتنا وإياكم على السنة والتوحيد ومنهج السلف. فين منهج السلف هنا؟ أين غيرتك لله جل وعلا يا ابن صلفيق ولمنهج السلف؟ أين هو؟ أين أنت يا جونة الذي قد انشقت جونتك في الغيرة لدين الله جل وعلا؟ أين أنت عنها؟ هذا ابن صلفيق الذي يدافع عن هاني، أليس كان هو أولى بأن تتعجب منه؟ أو أن محمد بن هادي لا يجوز لكم اليوم، لا يروق لكم، لا يروق له. تدرون لماذا؟ أنا سأعطيكم السر، كلمة واحدة: محمد بن هادي ما استطاعوا فيه لأن يكون سيقة له يسوقونه كما شاءوا. وسيأتي في هذه الحلقات إن شاء الله تفسير كل كلمة أقولها، تفسير كل كلمة أقولها إن شاء الله، وأقيم عليها الدلائل. هذا الكلام نشره في التاريخ الذي سمعتموه، ويقول موقف إيش؟ الشيخين العلامتين ربيع بن هادي حفظه الله والشيخ عبيد حفظه الله. هذا التاريخ إلى هذا التاريخ والشيخ عبيد حفظه الله يقول عن هاني إنه خبيث ومنهجه خبيث ومسجل، وأنا أحيلكم على الصوتية وقد نشرت وسمعتموها. في هذا التاريخ لا يزال الشيخ عبيد على ما؟ على تجريح هاني ووصفه بما سمعتم، وهذا الكاذب يقول إنه على منهج الشيخ عبيد. إلى الآن الشيخ عبيد يجرح هاني ولا لا؟ تاريخ الرجل 25 من محرم، وفي هذا التاريخ لم يزل الشيخ عبيد حفظه الله على تجريح هاني، لأنه تراجع عن التجريح في 16 من شهر صفر يوم السبت بعد العصر. فإذا كان 16 يوما من صفر وعندك في شهر المحرم 8 أيام، كم صارت؟ 24. قبل 24 يوما الكاذب الصفيق عبد الله بن صلفيق يقول إنه على مذهب الشيخ. الشيخ عبيد عرفتم كلامه في هذا التاريخ لما يرجع عنه، قبل أن يرجع 24 يوما. أما الشيخ ربيع حفظه الله فلم يخرجوا لنا هم منه بحرف واحد، داخلون خارجون، الصعافقة هؤلاء خارجون من عنده، كلما دخلوا توتروا وكلما خرجوا توتروا، خرجنا من عنده وما نقلوا لنا حرفا واحدا عن الشيخ ربيع في هذا الباب، بينما قد آذوا السلفيين في كل مكان بالأكاذيب والأراجيف. فلماذا لم ينقلوا عن الشيخ ربيع حرفا في هذا الباب؟ أنا أعذر الشيخ ربيع، كبير في السن وضعيف في هذه الأيام لمرضه، لكنه قائم بالعلم، هذا الذي نعتقده فيه ونحسبه، والله حسيب، يسأل فيجيب. زاره البكري فخرج منه هو والوادعي من الخميس، فخرج منه بكلمة هي: هاني بن برك خان السلفية. زرته أنا
بعدهم بمدة، وكان معي الأخ أبو أسامة، فخرجنا منه لأن هذا الرجل منحرف، وذكرت ذلك للناس ونشر. فلماذا هؤلاء لم يتوتروا؟ هل تعطلت حساباتهم؟ أم أن الفاتورة لم تسدد عندهم فانقطعت الاتصالات عليهم؟ أين النصيحة لله؟ أين النصيحة لدين الله؟ ويخرج علينا قبيل أيام قليلة الكذاب عبد الإله الرفاعي، وسأبين إن شاء الله في حلقة من الحلقات حال هذا الرجل، موقف المذكورين الذين عدهم في تغريدته، يعني في نعيقه، موقفهم معروف عند العلامتين، لكن ما هو معروف عندنا؟ ما هو معروف عند المسلمين؟ هذا ما يكفي، ما هو ما يكفي. أنا محمد بن هادي أمامكم، انتقدت خطبة الإمام وغردوا بها في تواترهم توتراتهم، قولوا ما شئتم، أنا ما أعرف كيف تجمع كلهم. غرد بها عرفات، وغرد بها عبد الإله، وغرد بها عبد الواحد، وغرد بها هاني، وغردوا بها جميعا وهي مسحوبة عندي بالألوان من حساباتهم الرسمية، ومع ذلك الكذبة يقولون ليس لمحمد بن هادي موقف من الإمام. أي فجور بعد هذا الفجور في الخصومة؟ إذا كان هذا كله وقد نشرتموه أنتم في حساباتكم وتقولون بعد ذلك محمد بن هادي ليس له موقف واضح من الإمام، فأقول أنتم إذن أين موقفكم من هادي؟ أم أنها تنطبق عليكم الآية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به؟ أم أنها تنطبق عليكم الآية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون؟ يكتمون ذلك كله لماذا؟ قطعوا الناس، قطعوا السلفيين في الدنيا كلها. ما تقول في الإمام؟ ما تقول في الإمام؟ ما تقول في الإمام؟ ما تقول في الإمام؟ هذا الأمر لأهل العلم ليس لكم، ومع ذلك قطعوا السلفيين في هذا. هذا المسكين لا رأي له، ومن الذي سيسمع له؟ طالب علم صغير لا يقدم ولا يؤخر. الكلام في هذا للذين لهم تأثير، وللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان. هؤلاء هم الذين يصدروا عن قولهم وعن رأيهم وعن فتاواهم. أما صغار طلبة العلم وعامة الناس وآحاد الناس لا دخل لهم في هذا، هم تبع للعلماء. والآن صمت مطبق عن هاني، ولا واحد منهم كتب كلمة واحدة، بل الدفاع والسكوت دفاع عمن يرتكب منهج الخوارج، وكذب على الشيخين. يقول أنا منهجي منهج الشيخين، والله لا أنت على منهج الشيخين في التجريح، ولا أنت على منهج الشيخين أيضا بعد التجريح بعد التراجع. المشايخ جرحوا وأنت تمدح وتزكي في هذا التاريخ. وأما بعد تراجع الشيخ عبيد فنقول الحمد لله، العلوم الشرعية محفوظة مدونة وموجودة، والأصول السلفية محفوظة ولله الحمد ومدونة، من أخطأ يظهر خطأه. كلام الشيخ عبيد التراجع خطأ، الصواب هو كلامه الأول، وأما كلامه الثاني فباطل وهو مخالف لإجماع أهل السنة ولأصولهم. وقد كان الأخ السائل، أنا ما أعرفه، كان يقرأ عليه وكأنه يحاول أن يوجد له مخرجا،
ولكن الشيخ هذا كلام. على كل حال نحن نقول الشيخ كلامه باطل والحق في قلوبنا أعظم. لكن قبل أن يتراجع الشيخ عبيد هذا كلام من؟ الكذاب الصفيق الشيخ عبد الله بن صديق. ويقول سفيان الثوري رضي الله عنه لما استعمل الرواه الكذب استعملنا لهم التاريخ. فهون على نفسك يا صلفيق، أين سل السيوف والأسنة على المخالفين للسنة؟ جرؤت على أن ترد على ابن جبريل وهو عالم، وقلنا ردك حق أخطأ، فما بالك اليوم تمدح المبتدعة الذين ركبوا الضلالة؟ هل تكسرت سيوفك أم أن السنة اليوم اختلفت أم أنها القاعدة؟ إذا كنت معهم فأنت سلفي ولو كنت مبتدع كهاني بن بريك، وإذا كنت معهم فأنت عدل بر ولو كنت فاجرا عربيدا من أصحاب الحانات والخمارات كأبي أيوب المغربي. لا، وأعجب من ذلك أن يستخرج لهم التزكيات. إنها والله فضيحة وعار، ما بعدها من فضيحة. الفاجر العربيد يستخرج لك يا عبد الإله تزكية؟ ألا تستحي من الله؟ والله مجرد كتابة اسمك مع هذا في سطر فضيحة لك، فكيف به وهو بصوته يستخرج لك تزكية؟ هذا عجب، هذا والله عجب. فإذا يا جونة، أيهم أحق بأن تستغرب تغريداته في الدفاع عن الأشخاص؟ أهو دفاع من دافع عن محمد بن هادي أم أنه دفاع من دافع عن الخارج هاني بن بريك؟ والمدافع هو ابن صلفيق الصفيق الكذاب. وأقول لكم وأسجلها الآن، يشهد الله وكفى به شهيدا وكفى به عليما أنني قد أرسلت إليه عدة مرات، فأرسلت إليه كلا من الشيخ الفاضل أخينا عبد الله بن مفرح العنزي أبي عبد الرحمن، وأرسلت إليه أخانا وابننا الفاضل ماجد المريحي، واستصحبوا معهم أخانا الفاضل الشيخ معاشي في حفر الباطن، وناصحوا الرجل من هذا ووعدهم أن يكف كما أعلمون، فقلت الحمد لله، أما والله ما أحب فضيحة أصحابنا. فلما جاءت أوراق نزار فرح بها وطار، وذهب يزكيها ويقول فيها علم وأدب، وهي خالية من الصدق والعلم والأدب، وهذا ما سأبينه أنا. نعم، دافع عني من دافع جزاه الله خيرا، ولكن رب الدار أدرى بما فيه، وسأعقد حلقة في هذا المجلس إن شاء الله في مسجدنا هذا، أبين فيه كذبا. وسوء أدبه وجهله وهواه، سأبين لكم هذه الأربعة بالأدلة، وسأبين لكم منزع هذه الأوراق إن شاء الله تعالى من أين انتزعت، حتى يرى الناس ويسمعوا ويقرأوا، واجعلونا في خلافنا في الرجال كأئمة الحديث الأولين
أنت تزكي وهذا يجرح، والكتب تجمع والمحققون يبينون من المصيب، والناس بالقواعد يعرفون ولله الحمد. أهل العلم بتطبيق القواعد سيعرفون من هو المصيب ومن هو المخطئ. فالرجل مهما علت منزلته يخطئ ويصيب مهما كان، ما منا إلا راد ومردود عليه. أحمد زكى عبد الرحمن بن صالح العتكي البصري، أبو داود طعن فيه قال رافضي خبيث، ولم يتبين أحمد الأمر، كلموه فيه قال رجلا يحب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عسى أن أقول فيه. بعد ذلك تبينه رضي الله عنه، فرجعوا إليه كلموه وأخبروا بأنه يروي الأحاديث التي فيها طعن في الصحابة، وسألوا الإمام أحمد تجوز رواية هذه الأحاديث؟ فقال رحمه الله أنا أنكر هذا في أثناء الناس، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له عبد الرحمن بن صالح، قال بلغني ذلك عنه فلقيته وكلمته فأخذ يدافعني، ثم لقيته بعد فلم أسلم عليه. تبين له بعد أبو داود عرفه من قبل، أبو داود تلميذ أحمد. طيب هذا واحد. الثاني يعقوب بن حميد بن كاسب، روى عنه أبو داود رحمه الله ومعه أصحابه في ذلك الحين في أيام الرواية والتحمل، فحدثهم بأحاديث لا يحفظونها إلا مرسلة، وهو حدثهم بها موصولة، فطالبوه بأصوله أبى فدافع، ثم أخرجها بعد له. يقول أبو داود فوجدتها، أو قال فوجدناها قد وصلت بخط طري. هذا جرح شديد ولا لا؟ جرح شديد. وكلام الحافظ رحمه الله فيه في التقريب قال صدوق سيء الحفظ، خطأ. أبو داود أعلم به وقد فسر الجرح. ثالثا الآن أحمد رضي الله عنه، اسمعوا كلامه مع كلام من هو دونه. قال أبو علي النيسابوري لشيخه الإمام الحافظ أبي بكر بن خزيمة، يا أستاذ ألا حدثت عن محمد بن حميد الرازي؟ فإن أحمد أثنى عليه ثناء حسنا. قال ابن خزيمة لم يعرفه أحمد كما عرفناه، ولو عرفه ما زكاه، ما زكاه، وقد طعن فيه الطعن الشديد، ومن الطاعنين في أبو زرعة أحمد ويحيى زكوه، ومن الطاعنين في أبو زرعة وابن خزيمة، والبخاري قال فيه نظر، والنسائي قال ليس بثقة، والجوزجاني ضعفه جدا. وخذ استعرض ترجمته، فقدم قول ابن خزيمة وأبو زرعة. جاء أبو زرعة الرازي، وهذا أحمد بن حميد رازي وفد على بغداد، التقى بابن معين فسأله عن محمد بن حميد، مع أنه هو وأحمد وأمثالهم يقولون إذا تركت محمد بن حميد ستنزل في 10,000 حديث، يعني أمة من الناس أدركهم ابن حميد الآن ما هم موجودين، الطريق فقط إليهم من طريق ابن حميد. سأله
فوقع فيه وقعا شديدا، وبين انه متهم عندهم وغير مرضي. ثم قال: كنا اذا كان يحدثنا بالشيء في كتابه فننكره ونقول ليس هو على هذا. قال: فياخذ القلم فيغيره على قولنا. قال يحيى بن معين: بئست الخصله هذه. بعضهم لا يذكر ان احمد قد تبين، والحقيقه اذا رجعت الى الترجمه واستوفيت جمعها وجدنا ان احمد تبينه بعد، فقد روى عنه عبد الله ابنه، وقد ساله عن هذا الرجل محمد بن حميد الرازي فاخذ ينفض يده. فالعالم قد يقول القول اليوم على ما ظهر ويرجع عنه غدا، فالتزكية على ما ظهر، وإذا جاء الجرح المفسر فهو مقدم على التعديل المبهم. كانوا يقولون في تغريداتهم، وهي عندي سآتي بها إن شاء الله وأريكم إياها، يوم أن كان الشيخ ربيع بمكة والمجرحين يجرحون هنا، الجارحون من هنا يجرحون، فكان يقول قائلهم في هذا الباب: الجرح مقدم على التعديل ولو عدل ألف عالم. هذا حق، لكن ما بالهم اليوم؟ لا، اليوم القاعدة: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. قال: لماذا قلت باعه؟ هذا فعل، يعني هل فعل ما يجر؟ الجر من على خصائص الأسماء. طبعا هو ما قال له هكذا بالعبارة، لكن قال: لماذا قلت باعه؟ قال: أنت لماذا قلت بحماره؟ قال: الباء حرف جر. قال: ما شاء الله، باءك تجر وبائي ما تجر. ها؟ ها، هذا هو. فالقضية أن تكون الباء باؤهم هم فهي جارة، أما باء غيرهم ليست جارة، فجرحهم هم وإن كان بالكذب، الصدق مقبول نطأطئ له رؤوسنا، لكن وإن كان بالكذب فهو الذي يجر، وأنت لو تأتي بحروف الجر كلها ما تجر، ما يجوز لك أن تجر. أين هم الآن من هاني بن بريد؟ فين الحمية للسنة يا بن صلفيد يا صاحب السيوف والسنة؟ بل فين الأخ عبد الله البخاري؟ وأقولها صريحة، لما لم نسمع له كلمة في الذب عن السنة وانتقاد هاني بن بريك والانتقاد على من خالف أصول أهل السنة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ كما في سورة النساء ومطلعها قوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم سبحانه وتعالى، يكتب ما يبيتون وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ هذه مقدمة ليعرف الجونة أنه لا يعرف العلم ولا الأدب ولا العدل بل ولا الغيرة ولا الحمية الإسلامية الدينية على عقيدة أهل السنة والجماعة. أقول: لقد والله وضعتم مكيالا أنتم بأنفسكم لن نكيل لكم إلا به، لأننا نكتال منكم به رضينا بذلك، فإذا كلنا لكم به فلا تزعلوا، لأننا رضينا أن نكتال منكم به، فمهما طعنتم في معروف عندنا نعرفه بالصدق والعدالة والديانة والأمانة والله لا نقبل حتى تأتون بالدليل الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل، كما قرره فضيلة الشيخ حفظه الله.
وإذا لم تأتوا به فقولكم مردود، ولو كان ألف عالم وردنا له ليس يعني هذا الطعن فيه، كما قرر ذلك أخونا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البخاري جزاهم الله خيرا. إذن نكتال من مكيالكم الذي وضعتموه أنتم، ونكيل لكم به، فإن لم ترضوا به معاشر الصحابة فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ بلى، سنصير إلى الله جل وعلا ونقف بين يديه ويأخذ كل واحد منا بما قال وعمل. ولعل أكتفي اليوم بهذه المقدمة، وإن شاء الله تعالى نعقد حلقا في بيان أحوال الصحافة الذين يقولون لا دلائل عند محمد بن هادي، وأنا سأضعها في كتب الجرح والحكم للناس، هم الذين ينظرون ويطبقون القواعد، وسآخذهم بإذن الله واحدا واحدا رجلا رجلا من تغريداتهم وواتساباتهم ومواقفهم وشهادات العدول عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأرجو أن تكون هذه عظة للجونة فيرقع جونته بعد اليوم.